أغرب حالة روماتويد شفتها إيه القصة؟ هي حالة بنوتة عندها 26 سنة حجزت كشف وهي داخلة، كانت داخلة مشاية أبوكر وزوجها سندها. كل اللي جه في دماغي ساعتها إن هي عندها مشكلة لا قدر الله في المخ، عندها جلطة، عندها مشكلة في النخاع الشوكي في منتصف الظهر، عمل لها خلل في النصف السفلي. كانت المفاجأة مش كده، كانت القصة بدايتها إن جالها ألم في ركبتها. القصة بدايتها إن هي راحت لدكتور عظام، شخص خشونة، خدت علاج مفيش تحسن، عملت علاج طبيعي كام جلسة مفيش تحسن، عملت تحليل استقار طلع عالي، راحت لدكتورة أمراض دم ومناعة وأمراض روماتيزمية. هنا الدكتورة لقت إن الإي استقار عالي أو معدل التهابات عالي ولكن تحليل الروماتيزم سلبي. الدكتورة شخصت الحالة روماتيزم سلبي، وده بنشوفه كتير جدا وأسف أنا مش بقتنع بيه. هنا ادت الحالة كورتيزون عشان خاطر بقى تتخلص من التهابات الركبة، ودي بقت الدنيا تمام. المفاجأة بعدها رجل المريضة كلها وقفت، ما بقتش قادرة تتحرك. رجعت للدكتورة وقالت لها ها يا دكتورة هنعمل إيه؟ قالت لها كده خلاص هنبدا في علاج بيولوجي الروماتيزم وان شاء الله الروماتيزم او الروماتويد يبقى كويس وركبتك تبقى زي الفل. اخذت علاج البيولوجي وبعدين الحاله سايت اكتر. طب وبعدين رجعت للدكتوره، ها يا دكتوره طب بص بقى ناخد علاج بيولوجي تاني عشان خاطر نتخلص من التهابات ونتخلص من الروماتيزم وتبقى زي الفل. هنا الحاله خدت العلاج بيولوجي رقم 2 وتعبت اكتر، وما زال جسمها بيعاني من التهابات ومشاكل وصعوبه في الحركه داخل البيت وصعوبه في الحركات الشخصيه اصلا عشان تروح التويليت عشان تخدم بيتها، بقى امر مش طبيعي ولا محتمل. هنا المريضه بقت نايمه معظم الوقت. هنا راحت للدكتوره تاني، هي دكتوره قالت لها طب بص بقى هنجرب نوع بيولوجي رقم 3 ونشوف. هنا المريضه اعترضت انها تكمل بنفس طريقه العلاج عشان خاطر جربت مره واثنين ومفيش نتيجه. الدكتوره شخصتها خلاص انت كده مش مريضه روماتويد وتروحي تتعالجي مع مخ اعصاب عشان انت كده عندك فايبرو مالاجيا. هنا غيرتها من روماتيزم لفايبرو والتهابات مزمنه. هنا بنقول المشكله ما كانتش روماتيزم قوي، لان في الاول المشكله في الركبه، في الاول التحليل الروماتويد اصلا سلبي. تاني حاجه عندها مشكله في الركبه مش المفاصل الصغيره، يعني كل مشاكلها مش الاعراض المتطابقه مع مريضه الروماتويد، علشان كده المريضه دي وصلت للاخر انها داخله بوكر او مشايه لانها اصبحت عندها مشاكل في كل جسمها. هنا زي ما بنقول دايما التشخيص مهم، ومش كل الم في المفاصل يبقى روماتويد، مش كل تحليل سلبي هنقول لا ده هو عندك بس مش موجود في التحليل، عشان ما ندخلش المريض في متاهه كبيره. علشان كده اتشخص صح وتعالج صح تتخلص من الألم.